السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. اهتزت ولاية تيارة مرة أخرى على وقع خبر صادم وفاجع لما بعد الإعلان عن وفاة الضحية والذي أحرقته زوجته بالماء الساخن في مدينة خمارت والتابعة لولاية تيارة. وحسب مصادر مقربة فقد تم القبض على الزوجة وإيداع رهن الحبس المؤقت، فيما تم نقل الزوج على جناح السرعة إلى مستشفى الحروق الكبرى بولاية وهران، وظل هناك يصارع مصيره إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة منذ قليل. وأكدت إحدى الناشطات على الفيسبوك في التعليقات أن سبب إقدام الزوج على فعلتها هو الخيانة الزوجية، وبعدما اكتشف زوجها الأمر قامت بسكب الماء الحارق عليها. إن لله وإنا إليه راجعون.